بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء حلت التلميذة المغربية مريم أمجون بعد أن توجت مؤخرا بلقب تحدي القراءة العربي لعام 2018 بالإمارات العربية المتحدة. وجاء فوز أمجون ابنة مدينة تونات بعد مشاركتها الناجحة في هذه المسابقة السنوية والتي تخطت في دورتها الثالثة أكثر من 10 ملايين من التلميذات والتلاميذ من مختلف البلدان العربية وخارجها.